الله وخلق العرش، مهمتهم الوحيدة أنهم سجود تحت العرش. إذا قاموا يوم القيامة من تحت ظل العرش ماذا يقولون؟ يقولون لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. الواحد منا اليوم يضيع صلاة الفجر وعلى صلاة المغرب يشتم في الناس. الواحد منا اليوم يضيع فرائض الله وتجده يضحك ملء فيه وكأنه ضمن جنة عرضها السماوات والأرض. وعمر المبشر بالجنة الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر، لما جاءه الموت قال لابنه عبد الله ضع خد أبيك على التراب ليت أم عمر لم تلد عمر، وهو عمر المبشر بالجنة يقول ليت أم عمر لم تلد عمر. ونحن أصحاب الذنوب، أصحاب المعاصي، إلى أصحاب النفوذ، إلى أصحاب الحكم، إلى أصحاب الملك، إلى أهل المعاصي، إلى آكلي الميراث، إلى آكلي حق الأيتام، إلى الذين يظلمون حق العمال، إلى الذين يتجبرون في الأرض، إلى الذين يقتلون، إلى الذين يتكبرون، ليت أم عمر لم تلد عمر. فماذا عسانا نحن الفقراء أن نقول؟ يقول لابني عبد الله ضع خد أبيك على التراب، على التراب. عمر بعد هذا العمر الذي قضاه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب طلبه الأخير في الدنيا أن يوضع خده على التراب. لماذا؟ لماذا يا كرام؟ لأننا عمر علم أننا من تراب، أننا من تراب، خلقنا من تراب وسنعود إلى التراب. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. إي والله.